تنفيذاً لتوجيهات خلية الأزمة للوقاية من كورونا، نفذت أقسام شرطة قضاء بلد حملة لتعفير المناطق السكنية وتطبيق قرار حظر التجوال، فيما ثمن الأهالي هذه المبادرة كونها تصب في ضمان سلامتهم من كورونا. الزميل عبد الجبار مهدي والتقرير التالي. حسب توجيهات خلية الأزمة في صلاح الدين، باشرت القوات الأمنية لقسم شرطة بلد ومركز الشرقية وشرطة النجدة والدوريات والكوادر الأخرى بحملة تعفير ضمت كل أحياء المدينة ومتابعة كل الإجراءات للحد من وباء كورونا المستجد. يقوم قسم شرطة بلد بالتعاون مع مركز النجدة والدوريات والكوادر الأخرى بحملة تعفير لشوارع مدينة بلد، وهذه الإضافة إلى واجباتهم الأخرى لقرض الوقاية من مرض فيروس كورونا، وأيضا قائمين بواجبات حظر التجوال حسب توجيهات خلية الأزمة وتوجيهات السيد المحافظ وتوجيهات السيد النائب الشيخ عمار حكمة. باشر مقر شرطة النجدة والدوريات في قضاء بلد بعملية تعفير الطرق الرئيسية والفرعية داخل القضاء، وكذلك متابعة عملية غلق المحلات ومتابعة حظر التجوال. هذا واجب إضافي إنه للمحافظة على المدينة والحد من انتشار فيروس كورونا ضمن القضاء. ناشطون ثمنوا الجهود التي تبذل من قبل الكوادر الأمنية والصحية والحفاظ على مدن المحافظة من وباء كورونا والبقاء في البيوت للحفاظ على أرواحهم، فيما شكر الأهالي الجهود للقوات الأمنية والكوادر الصحية لوقوفهم سدا منيعا لهذا الفيروس القاتل. تسابق الكوادر الأمنية والكوادر الطبية مع فيروس كورونا في محافظة صلاح الدين للحفاظ على أن تكون المحافظة ومدن المحافظة بدون إصابات، وهو يعتبر تحدي كبير يعتمد على تضامن المواطن مع هذه الكوادر وجهود هذه الكوادر. فيروس كورونا هو فيروس وبائي عالمي، دول متقدمة كثيرة عجزت من علاج هذا الفيروس، لكن ما زال لدينا الوقت الكافي للوقاية من هذا الفيروس ولكي نتمكن من عوائلنا ومواطننا وكوادرنا تعمل بطريقة سلسة. يجب أن يكون هناك تعاون ما بين المواطن وهذه الكوادر، بالتالي ستصب لمصلحة المحافظة بالكامل. نطلب من المواطنين التزام بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة أولادهم وعوائلهم. اليوم جهود شرطة بلد مشكورة ورحم الله والديهم بتعفير المحلات والمناطق والبيوت، ورحم الله والديهم مشكورين شرطة بلد. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.